ماتش امبارح ازاي، وهل تستحق الارجنتين نسخه سكالوني نسخه ليو ميسي الوصول للمباراه النهائيه؟ بص خليني ابدا يعني من حيث ما انت انتهيت في موضوع ميسي تحديدا. فميسي يستحق ان هو يفوز بكاس العالم، يعني شيئا ما بين الراجل فعلا شايل منتخب بلاده على كتفه لوحده. ولكن لو هنبص بقى من الجانب الثاني، انا برضو متفق معاك في نقطه ان هي بمساعده الحكم، لان كان في استحواذ للمنتخب الكرواتي قبل ضربه الجزاء اللي خدها جوليان الفاريز على ليفاكوفيتش. ليفاكوفيتش رجله على الارض ما فيهاش اي خالص، انا ما شفتهاش، انا استغربت من الحكم. هي ضربه الجزاء دي يعني طبق الحديث، أيوة. يعني هي الحديث قلبت الماتش بالظبط. يعني لو كان الشوط الاول خلص 0-0، كان زلاتكو داليتش الطريقه الطبيعيه بتاعته ان هو هلعب 120 دقيقه وهرخم عليك ال 120 دقيقه، هوصلك ضربات جزاء او هخطف منك او هخطف بالظبط زي ما حصل قدام البرازيل. بس ما حصلش، لان الهدف لما تسجل فبعدها طبعا انت بتسجل، يعني التوفيق لما يكون معاك انت مش عايز توفيق اصلا، انت معاك ليونيل ميسي لوحده. والجون جاي كمان في توقيت قبل الشوط ب 10 دقائق بالظبط، الجون جاي دي 34 34 والتاني 38 او 40 39. خد بالك برضو اهميه المباراه والضغط والتوتر، انت بتريح بتشيل الضغط من التوتر والتوتر بالزبط. من على لعيبه الارجنتين، وبتصدر الضغط والتوتر على لعيبه كرواتيا. كرواتيا مباراه قبل نهائي، مباراه وصول للمباراه النهائيه. وفي نفس الوقت لاحظ ان كرواتيا اصلا اخر ماتشين لعبه 120 دقيقه، ومعدل الاعمار في منتخب كرواتيا كبير مش صغير. مطلع مين؟ يعني مطلع برازيل. برازيل يعني اقوى منتخب يعني بكاسكواد. لكن هم اتظلموا في ضربه الجزاء قلبت عليهم. فلما انت خلاص الضغط زي ما حضرتك قلت بالظبط، ان الضغط بيروح لمنتخب كرواتيا على منتخب كرواتيا، منتخب الارجنتين تحرر، فلما هيلعب براحته خلاص هيفرض اسلوبه اللي هو اصلا مش ظاهر من بدايه البطوله. الاسلوب اللي هو انا مش شايف غير ميسي بصراحه، ليونيل سكالوني انا مش شايف له طريقه لعب. يعني في بدايه البطوله اصلا كان بيلعب بابو جوميز مكان ماكاليستر، ماكاليستر يستحق انه يلعب اساسي من بدايه البطوله بعد ما غير نادر التشكيل ثلاث مرات في اول ثلاث ماتشات، حد يعني غير في اول جيم وغير في الجيم الثاني وغير في ثلاث مباراه، وحتى الصحافه والتلفزيون الارجنتيني ما كانش متفهم انت كمدرب انت رايح المونديال وراح كاس العالم وبتغير التشكيله بتاعتك. يعني انت مش ثابت على قوائم او ثابت على مجموعه معينه من اللعيبه تخليك تكمل بيها او يعني تستمر عليها. فده طبعا كان يعني